انتهك مجرم القانون من خلال هروبه المتكرر من السجن. كريستوفر جاي هو مثال للبارعين في الهروب، فلم يسبق لي أن سمعت عن أحد تمكن من الهرب كما فعل هو. دفع هذا المجرم الهارب الشرطة إلى مطاردة شملت أكثر من ولاية. فكرت بأن السلطات ستؤذيه بشدة لأنه هرب كثيرا من المرات. ترجل، سرق سيارات وشاحنات بل وحافلة إحدى المشاهير. اتصلنا بالشركة وأخبرونا أن حافلتنا ليست في المكان الذي يفترض أن تكون فيه، وسيخاطر بحياته في سبيل الحرية. انبطح على الأرض الآن. علمت أنني لن أستسلم وسيكون عليهم قتلي كي يمسكوا بي. عام 1999 في مقاطعة تروب في جورجيا نما كريستوفر دانيال جاي ذو 24 عاما عادة خطيرة، فهو لا يستطيع مقاومة سرقة الأشياء، وما بدا كوسيلة للبقاء أصبح أسلوبا للعيش. نشأت في قرية صغيرة تبعد حوالي 50 كيلومترا جنوب ناشفيل في مقطورة قديمة. خلال نشأتي لم يكن لدينا أي مال على الإطلاق. كنا أنا وأخي نسرق أشياء لكي نأكل، وبدأنا بسرقة الدراجات ثم انتهينا بأشياء أكبر، إذ بدأنا بسرقة السيارات لكسب العيش. أوقف عن عمله الأول عندما ضبط في سيارة مسروقة. ترجل من السيارة، ارفع يديك للأعلى. أدين جاي بتهم كثيرة وحكم بسنتين في إصلاحية مقاطعة تروب. في العام 2001 أطلق سراح جاي وعاد لممارسة السرقة. على مدى الأعوام الخمسة التالية استمر جاي بدخول السجن والخروج منه. انزل من الشاحنة وارفع يديك. في بعض الأحيان كان يقضي عقوبته، وفي أحيان أخرى كان يهرب عبر تخطيطه، حتى إنه لقب بهوديني الصغير. أعتقد أن كريستوفر جاي هو مثال للبارعين في الهروب، فلم يسبق لي أن سمعت عن أحد تمكن من الهرب كما فعل. بحلول العام 2006 أصبح جاي بعمر 31 وبدأ بالتململ من نمط حياته. إنه يعيش قرب ناشفيل مع زوجته إريكا التي تزوجها بينما كان في السجن. كان لنا أنا وإريكا منزل معا، وبدأنا بالذهاب إلى دار العبادة وتحسن حالنا وحصلت على عمل جيد. كان لجاي صديق ساعده في الحصول على عمل في مجال الإنشاءات، وقد قرر عدم دخول السجن للأبد. منح دار العبادة كريس وإريكا بعض المفروشات لشقتهما، تعاونا معهما وقد زارا دار العبادة لفترة وحصل هو على عمل جيد. لكن بالنسبة لكريستوفر جاي لا تموت العادات القديمة بسهولة. بدأنا أنا وإريكا بمواجهة أزمات مالية، وبدأت بمعاودة الشرب لحل مشكلتي. بعد بضعة أشهر اغتنم جاي الفرصة لكسب الربح من خلال القيام بما يجيده. حاولت الخروج مع صديق مقرب لي، وبدأنا بالإتجار بالمعدات المسروقة وسرقة المعدات الثقيلة والجرافات والشاحنات والأشياء التي كان الناس يحتاجونها. كنت أشوه الرقم التسلسلي لها وأغير لوحة الأرقام عليها وأزور الأوراق، وكنا نتقاسم المال وقد كسبنا أموالا جيدة. أنا العميل رونستون من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أود طرح بعض الأسئلة. الماضي الإجرامي لجاي أوصل الشرطة إليه. بعد 6 أشهر لاحظت أنني لم أعد أراه كثيرا أو أتواصل معه. مرحبا جيري. مرحبا، أنا إريكا. وفي أحد الأيام تلقيت مكالمة من إريكا تقول إن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية قاموا بزيارة وهم يحققون في تقارير عن نقل بضائع مسروقة بين الولايات. ربما عاد لأساليبه القديمة. علم جاي أن المباحث الفيدرالية تجري تحقيقات فشعر بالذعر. بدأ ماضي بمطاردتي مجددا، لذا قمت بالهروب إلى جورج تاون في تكساس. ترك جاي زوجته إريكا التي تزوجها حديثا وهرب. لم تسر أموره على ما يرام في تكساس أيضا، ففي نوفمبر من العام 2006 جرى اعتقاله بتهمة الشرب العلني. يا سيدي هيا. سيدي لست أزعج أحدا، اتركني. تحروا عن بصماته ووجدوا مذكرات اعتقال معلقة بحقه صادرة عن جورجيا وألاباما. قضى جاي شهرين في سجن تكساس بانتظار تسليمه إلى ألاباما حيث سيواجه تهمة سرقة السيارات. بينما كان بالانتظار تلقى جاي أنباء سيئة، إذ كانت أمه تحتضر جراء مرض السرطان. كان كريس فتى أمه المدلل. 90% من المرات التي هرب بها كانت تؤذي أمنا، لأنه كان يتوجه إليها مباشرة. لم يأتي إليها إلى إفته. سمم جاي على رؤية أمه قبل وفاتها.
خلال 3 أو 4 أيام على الأكثر. وهنا بدأت أدرك حقا أن علي الهرب كي أعود وأراها. سرعان ما لاحت الفرصة لجي. سيتم تسليمه إلى ولاية ألاباما في شاحنة نقل تابعة للسجن، فوضع خطة. اسمع، ماذا؟ رأيت بحوزتك قلما. تحدثت إلى النزيل في الزنزانة المجاورة لي وكان لديه قلم حبر، فعلمت أنه لو أمكنني الحصول على ذلك القلم فقد يمكنني إخراج النبض من داخله وصنع مفتاح لي. أعطى جي طعامه للسجين مقابل القلم. أزال النابض وصنع مفتاحا لاستخدامه لفتح الأصفاد خلال عملية النقل. استطعت فتح الأصفاد بسرعة باستخدام النابض، وعلمت أن رجال خدمة النقل سيأتون لأخذي، وعرفت أن لدي فرصة مناسبة للهرب. جاي مستعد. أخبره الحراس أن يتجهز لعملية النقل في فترة ما بعد الظهيرة. كان الدم ينبض في عروقي، هربت عدة مرات وقمت بالفرار من القانون كثيرا، لذا عرفت أنه يمكنني الهرب منهم. خبأت النابض في فمي بشكل أفقي خلف شفتي. حضر رجال خدمة النقل وأمسكوا بي وقاموا بتفتيشي. حسنا، أعطني حذاءك. أعطني قميصك. فتشوني ولم يستطيعوا إيجاده. حسنا، لنذهب. هيا. وضعوني في شاحنة مع سجناء آخرين. على الشاحنة التوقف عدة مرات على طول الطريق إلى ألاباما لإنزال سجناء في سجون مختلفة. علمت أنه علي وضع خطة للخروج من تلك الشاحنة. يتحين جي الفرصة للهروب، وللاستعداد للهرب بدأ بالتودد إلى حارس عملية النقل. أتسكن بالجوار؟ أجل، قريبا من ذلك الاتجاه هناك. لقد مررنا بقرب المكان الذي نشأت فيه. بدأت بالتحدث مع الحراس لبناء ثقة بيننا، محاولا استمالتهم لطرفي. لدى كريس القدرة على جعل الناس يرتاحون له، فقد فعل ذلك معي في أول لقاء لنا. أستطيع تخيله يجعل الحراس يغضون الطرف عنه، أو يجعلهم لا يعرفون أنه يتلاعب عليهم، إنما يشعرون بالارتياح له. 21 يناير للعام 2007. يأمل جي أن يقوم بالذهاب بسرعة إلى ناشفيل بالقرب من مسكن أمه. استمريت بالتفكير طوال وجودي في الحافلة متسائلا، هل توفيت أمي؟ شعرت بتزايد اليأس أكثر فأكثر، وأدركت أنه علي الهروب، وأصبحت أفكر أنه لا توجد قوة ستوقفني عن ذلك. استعد جي للتنفيذ. وقد استخدم خفية مفتاحه لحل قيود قدميه وأصفاد يديه. حللت قيود قدمي ويدي ببالغ السهولة. ثم رأى فرصته في لافتة لاستراحة على الطريق السريع I-95 عند هاردفيل في كارولينا الجنوبية. أي يمكننا التوقف عند الاستراحة؟ أريد استخدام الحمام. اعتمدت على فكرة أن الجميع بحاجة دخول الحمام، إضافة إلى أنني لميت ثقتي مع أولئك الحراس قليلاً. لنتوقف، إنهم بحاجة لقضاء الحاجة. شكرا لك، أقدر ذلك فعلا. لا زال المساء في أوله ووافق الحراس على التوقف. تظاهر جي أن يديه لا زالتا مشدودتي الوثاق، كما أخفى قيود قدميه المحلولة عن الحراس وعن باقي السجناء. توقفوا عند الاستراحة في كارولينا عند حدود جورجيا. أنزل الحراس مجموعة السجناء المكبلين. ينزلون من الشاحنة، وكان ثمة أشخاص كثيرون بجوار الاستراحة. أنزلنا الحارس من الشاحنة واتجه بنا إلى غرفة الحمام. كان الحارس يحل أصفاد السجين، لكنه كان يربطها بسلاسل البطن، لذا عندما أدار ظهره لاحظت وجود باب جانبي آخر عند الجهة الخلفية للمبنى. لم أكن أفكر في شيء سوى الهروب. أكنت أعرف أنني إذا تمكنت من الخروج من الباب من دون أن يمسك الحارس بي فسأستطيع الإفلات منه. أسقط جي أصفاده أرضا وتنبه الحارس على الفور. ركض جي باتجاه الباب وكانت أمامه ثوان فقط للهروب. 21 يناير للعام 2007. يجري نقل كريستوفر دانيال جي مدمن السرقة والبارع في الهروب من تكساس إلى ألاباما لمواجهة تهم بسرقة السيارات. ووالدة جي تحتضن في تينيسي جراء مرض السرطان، وهو متحرق لرؤيتها. عندما وقفت شاحنة النقل عند استراحة في هاردفيل في كارولينا الجنوبية قام جي بالهروب.
شو اسمه؟ لم يكن أمامي خيار سوى القيام بذلك، توجب علي القيام به. لذا عندما ركضت خارج الباب كان الحارس يصرخ بي كي أتوقف، وكان قريبا مني. كنت أعرف أنه لا مشكلة لدي في الإفلات منه، لكن ما أقلقني هو كم من الأشخاص في موقف السيارات سيحاولون أن يظهروا كأبطال ويمسكوا بي. ولدهشتي لم يتحرك أي منهم، أظن أن الأمر بغتهم. ركضت عبر موقف السيارات ونظرت إلى الخلف ورأيت الحارس قد انحنى منقطع الأنفاس، ورغم إحساسي بالتعب كان ذلك الشخص الذي يطاردني أكثر تعبا مني. عبر جي حقولا وقفز أسوارا وتسلق جدرانا، ثم رأى خطوط السكك الحديدية. علمت أنه يمكنني التقدم بسرعة على خط السكة الحديدية، وعرفت أن ضابط الشرطة كان يهم بضرب طوق أمني آخر من أجلي، وأنه علي الابتعاد بحدود 5 كيلومترات على الأقل. لذا بدأت بالركض على السكة الحديدية، وعندها سمعت نباح الكلاب. تابع جي خط السكة لبضع ساعات آملا أن يتخلص من الشرطة، لكن بدأ أنهم يتقربون أكثر. كان عليه أن يجعل الشرطة وكلابها تفقد أثره، لذا قام بما لا يخطر على بال. قام بتغطية رائحته عبر فرك جسمه بجيفة ضربان الميت. اقترب أحد رجال الشرطة وكلبه لدرجة خطيرة. كنت ألهث وكان جسمي يفرط في إفراز الأدرينالين عندها. جلست هناك منتظرا إياه لمعرفة ما إذا كان قادما باتجاهي، لكنه توقف وذهب في الاتجاه المعاكس. نجحت خدعة جي باستخدام الضريبان، لكن لا فكرة لديه عن مكانه الآن. انضم رجال شرطة محليون من هارتفيل إلى فرقة مطاردة المجرم الهارب. دخلت إلى أحد المستنقعات وقد بلغت المياه خصري وكانت باردة. سمعت صوت مروحية في الجو وكانت على بعد 120 مترا تقريبا، لذا نزلت في الماء وحبست أنفاسي لأطول مدة ممكنة، وتمنيت أن تضلل برودة المياه باستشعارات الأشعة تحت الحمراء في المروحية. قضى جي 4 ساعات في المستنقع البارد إلى أن تأكد من خلو المكان. الطريق أمامه طويل لرؤية أمه، إذ تبعد ناشفيل حوالي 800 كيلومتر إلى الشمال الغربي من هارتفيل. حل الصباح ويحتاج جي بشدة إلى وسيلة نقل إذا ما أراد بلوغ المنزل قبل وفاة أمه. فكر بالتوجه إلى أقرب قرية آملا أن يجد سيارة ليسرقها. حالفه الحظ عندما عثر على موقف سيارات لأحد المصانع. توجه جي إلى إحدى الشاحنات وتأكد من عدم احتوائها على جهاز إنذار. كان مخضوضا إذ لم يكن الباب مقفلا. أمسك بسترة موضوعة على الكرسي الأمامي، وعندما تفحص جيوبها لم يصدق ما الذي عثر عليه. كانت هناك مفاتيح الشاحنة. شرع جي بالعودة إلى الطريق السريع بين الولايات، وفجأة رأى رجال الشرطة أمامه، حيث قامت السلطات في هارتفيل بنصب حاجز على الطريق. كانوا يبحثون في كل مركبة عن السجين الهارب. لم يكن لدى جي أي خيار سوى التوقف عند الحاجز. فكرت أنني مررت عبر هذا كله ودخلت المستنقعات، فإما أن أرجع أو سأقوم بمحاولة الإفلات منهم في الشاحنة. أمله الوحيد هو أن لا يتعرف رجال الشرطة عليه. سأجرب حظي وأرى ما إذا كان سيعرفني، فقد كنت أرتدي تلك السترة. هل كنت تصطاد السمك؟ أجل في الصباح، لكن لم يحلفني الحظ. هذا سيء. وقد أشار لي شرطي الولاية ذلك بالعبور. لم أصدق كم كنت محظوظا وقتها. نجح جي في الهروب من الملاحقة في كارولاينا الجنوبية، ولم يطل الأمر قبل عبوره حدود الولاية إلى جورجيا وتوجهه شمالا باتجاه ناشفيل. مضت أكثر من 12 ساعة منذ هروب جي من عملية النقل. ما زال على بعد 7 ساعات من الوصول إلى منزل أمه. توقف للاتصال بأخته والاطمئنان على صحة أمه. نين؟ هذا أنا. أنا آتي للمنزل، لست في السجن. أنت تعلم أنهم يبحثون عنك؟ هذا لا يهم. كيف حال أمي؟ نهبي خير.
أسمعت؟ وردني اتصال من كريس وكنت خائفة، فقد اعتقدت بأن السلطات ستؤذيه بجدة لأنه هرب كثيرا من المرات. بدأ جيب البحث عن سيارة جديدة للهروب. نعم، عرفت أن علي التخلص من هذه الشاحنة بسرعة لأنهم سيلاحظون غيابها. بعد 3 ساعات اجتاز جي حدود ولاية تينيسي. ما زال أمامه 300 كيلومتر، كما أن عليه التخلص من الشاحنة أيضا. رأيت مقطورة وقفة جانبا عند متجر وولمارت، فكرت أنها ربما تكون فارغة الآن. سأقوم بتضليلهم وسأعود إلى الطريق السريع، وظننت أن الأمور على ما يرام الآن. لسوء حظ جي لم تكن الشاحنة فارغة، ففي داخلها بضائع بقيمة 40,000 دولار. الضابط ديفيد رايت هو ضابط مبتدئ في شرطة كوبرتاون. سرقت السيارة من مانشستر في تينيسي. العاملون في وولمارت هم أول من اتصل بقسم اللاسلكي وأخبروهم عن فقدان الشاحنة. اتصل بي أحد ممثلي الأمن لديهم وأعطاني مواصفات الشاحنة. قاد جي باتجاه ناشفيل وكان ينظر باستمرار في المرآة الخلفية لتفقد الشرطة. لم ينم أو يأكل منذ 24 ساعة تقريبا وهو يجاهد للبقاء مستيقظا. بلغ جي كوبر تاون في تينيسي، رأى موقف سيارات فتوقف ليأخذ استراحة قصيرة ويرى ما إذا كان بإمكانه إيجاد بعض الطعام. لم يكن لديه المال وسيكون عليه سرقة ما يحتاجه. لم يكن يعي أن شرطة كوبر تاون في تينيسي كانت قد تلقت بلاغا للتنبه لشاحنة مسروقة. رصد الضابط رايت الشاحنة على الفور تقريبا. كانت شاحنة متجر وولمارت تقف في منتصف موقف السيارات التي تركن فيه. صعدت على حافة الشاحنة وبدأت بتفقد المقصورة للتأكد من عدم وجود أسلحة فيها، ولم أجد أي سلاح، لكنني لم أتمكن من رؤية كامل المقصورة من الخارج. رأى رايت أن لا أحد يراقب الشاحنة وتفقد القفل في محفورة المقصورة ليكتشف أنه مفتوح. عرفت أنها مسروقة لسبب يدفع سائق شاحنة لقيادة شاحنة ذات قفل مفتوح، وفكرت أن علي استدعاء بعض المساعدة، فمتاجر وولمارت تبيع الأسلحة وقد يكون ثمة سلاح في الشحنة. لم يكن لدى رايت أدنى فكرة أن سائق الشاحنة هو متهم هارب. مر شهر منذ تخرج الضابط رايت من أكاديمية الشرطة. إنه جديد في العمل وهو منشغل الآن، فقام بتخبئة سيارته وبدأ بمراقبة الشاحنة. ركنت السيارة خلف مكب نفايات وأبقيت مقدمة السيارة ظاهرة بحيث يمكنني إدارة آلة التصوير الأمامية لرؤية ما إذا كان أحد ما سيرجع إلى الشاحنة أم لا. أنهى جي قهوته وانتظر النادلة لتعود للمطبخ، ومن ثم سارع بمغادرة المقهى. عندما صعدت إلى الشاحنة لاحظت ضابطا من شرطة كوبر تاون يجلس في سيارته خلف مكب النفايات وكان يحاول ضبط آلة التصوير باتجاهي. أين الدعم الذي طلبته؟ أحتاجه الآن. لم أرغب بالاقتراب منه وحدي، فلا أعلم ما قد يكون بحوزته. فأنت تتعامل مع شخص لديه ما يكفي من الجرأة لسرقة بضاعة بقيمة 40,000 دولار، فلا تعلم ما الذي يمكنه فعله. إنه متفوق علي، فلا أعرف ما إذا كانت بحوزته مسدس أو بندقية، لذا كنت بانتظار الدعم. لم يكن رايت يعي أن جي مجرم هارب، لكنه ينظر إليه كمسلح وخطير. كنت أنظر إليه وهو ينظر إلي، كلانا كان يتساءل عن من سيبادر بالخطوة الأولى. كان قلبي يخفق بعنف ومستوى توتري يرتفع، وأول ما خطر في بالي أنني ربما سأعود للسجن، لكنني سأذهب لرؤية أمي مهما كلف الأمر. شعرت بالإثارة وكنت أفكر ها قد أتاني على طبق من ذهب. إنها قضية كبيرة وستحقق نجاحا كبيرا لي، علي الإمساك به. اقترب جي من المنزل كثيرا فلم يستسلم. أدار المحرك. لم يرغب رايت أن يفقد جي، لذا لم يجد بدا من اللحاق به. بدأ بالتحرك وتحركت وراءه تماما. كنت أفكر لم يعد الأمر يفاجئه الآن، فهو يعلم أنني سآتي خلفه، لذا يمكنني جعل الأمر واضحا بما أن الدعم سيأتي في الحال. رفض جي التوقف واستمرت المطاردة. 22 يناير 2007، كوبر تاون في تينيسي. كريستوفر دانيال جي هارب منذ يومين بعد فراره من شاحنة لنقل السجناء في كارولاينا الجنوبية. يتحرق جي للعودة إلى المنزل لرؤية أمه المحتضرة.
في محاولته لنيل الحرية قام بسرقة شاحنة لمتجر وول مارت، وقد تم رصده من قبل ضابط الشرطة المبتدئ ديفيد رايت وبدأ بالهروب منه. بدأت بالشرب، تناولت شرابا فهو يعطيني الشجاعة للقيام بالأشياء ويعطيني قوة الإرادة لفعلها. لم أرغب برؤيتهم خلفي، لذا أدرت المذياع بصوت عال في الشاحنة وحرفت المرايا نحو الخارج، فلم أرغب برؤية أي شيء يجري خلفي. اقترب جاي من المنزل كثيرا فلن يستسلم بالرغم من خطر الاصطدام في أي لحظة. أسرعت ووضعت ناقل السرعات في الشاحنة عند أعلى مستوى وقدتها بأعلى سرعة تجاه منزل أمي. كنا نقود على طرق فرعية في ريف تينيسي، تعرضت مقدمة سيارتي للجنوح والانزلاق عدة مرات أثناء مطاردتنا له، بينما لم يخطئ هو أبدا. لن يوقفني شيء. سرعان ما اكتشف جي أنه ليس بارعا في قيادة الشاحنات المحملة كما كان يتصور، فقد أخطأ في التعشيق وتوقفت الشاحنة. اغتنم رايت الفرصة للإمساك به معرضا حياته للخطر. توقفت شاحنته وكنت أفكر هذا رائع، لقد استسلم. أمسكت به وانتهى الأمر. تقدمت نحو الشاحنة بعد أن شعرت أن لدي غطاء كاف، وأشهرت سلاحي وصوبته إلى الأمام، ثم أصدرت الأوامر: أخرج يديك من النافذة. ثم سمعت فجأة صوت المكابح الهوائية وبدأت الشاحنة بالعودة باتجاهي، وقلت: يا إلهي، إنه على وشك صدمي، إنه على وشك الاصطدام بسيارتي، إنه موشك على دهسي وصدم سيارتي الدورية. أوقف الشاحنة. ومن ثم توجه للأمام وانطلق مجددا. ومع وجود الضابط رايت في المقدمة بدأت المزيد من الوحدات بمطاردة الشاحنة. أظن أن 5 أو 6 أقسام كانت مشتركة بالمطاردة وقتها. كانت الشرطة في كل مكان، وكنت أقول في نفسي: أجل، سننال منك الآن. نظرت من الباب الخلفي وسمعت صوت الصخب. فكرت: يا إلهي، إنهم يلحقون به. عرفت ما الذي يجري، وكنت خائفة عليه، خائفة جدا. وصل جي إلى حقل بالقرب من منزل أمه وداس على المكابح. أوقفت السيارة ورأيت باب المقصورة يفتح، فأشهرت بندقيتي ونظرت في عينيه مجددا. ارفع يديك عاليا، انبطح على الأرض الآن. حسنا، ضع يديك على رأسك. كنت أفكر حينها: هل سيستسلم؟ ثم اتخذ قراره وهرب. بدأ بالركض فارا، وكنت في مقدمة مطارديه لأن سيارتي كانت الأولى أثناء المطاردة بالسيارة. كريس، أين أمي؟ أين أمي؟ أين أمي؟ إنها في غرفة النوم الخلفية. كان رجال الشرطة يتبعونه. ركض إلى النافذة ونظر منها ورأى أمي. كان على جي اتخاذ قراره بسرعة، إما أن يدخل ليودع أمه ويخاطر بأن يمسك به أو أن يقوم بالهروب. عندما نظرت عبر النافذة ورأيت أمي، لم تكن من رأيتها تشبه أمي. لم أميز أمي وقتها، فقد كانت موصولة بالأجهزة وكانت تحتفظ بصورة لي. رأيتها عبر النافذة في ذلك اليوم، ولم أردها أن تراهم يقبضون علي. لا تطلق النار علي، لا. ركضت صريحة: أرجوكم توقفوا، لا تؤذوا أخي، فهو لن يؤذي أحدا، لا تؤذوه. لا تطلق النار علي. بالطبع هم لا يعرفون مع من يتعاملون، لكنني أعرف أنه لن يؤذي أحدا. لا تطلق النار علي. أتت سيدة وهي تصرخ قائلة: لا تقتل أخي. لذا تجمعنا جميعا عندها. كان من الواضح أنها تدرك ما الذي يجري، ولو لم تجعل يديها مرئيتين لنا لتعرضت لإطلاق النار فورا. خلال ذلك الوقت هرب كريس، لقد اختفى. مرة أخرى هرب جي من الشرطة. استجوبت الشرطة ليان، وحتى الآن ليس لديهم. فأخذتها لحديثي إلى مديري. هل أخبرتني باسمه؟ كريستوفر. وما اسمه الكامل؟ كريستوفر جي. بص ذلك عبر اللاسلكي. طلب مني أن أبحث عن اسم كريستوفر دانيال جي عبر المركز الوطني لمعلومات الجرائم، لذا ذهبت لللاسلكي وأعطيتهم الاسم وتاريخ الميلاد، فأجابوا: انتبه، إنه مجرم هارب. علم، يبدو أننا أمام مجرم هارب. حالما سمعنا ذلك قمنا بإحضار الكلاب. حاصرت الشرطة المكان ونادوا على جي كي يظهر رافعا يديه. كان هناك حوالي 20 رجل شرطة،
شاهرين أسلحتهم وبنادقهم، لم أره في أي اتجاه، ولكنني لمحت قاربا وظننت أنه مختبئا خلفه أو خلف إحدى تلك السيارات، لذا تمهلنا لنتأكد من أنه لن ينصب لنا كمينا في هذه الأماكن. شاهد جيش شرطة تفتش المنطقة من السطح. صعدت إلى قمة الحظيرة واستلقيت هناك، علمت أنني لن أستسلم وسيكون عليهم قتلي كي يمسكوا بي. نجح جي أخيرا في الوصول إلى المنزل، لكنه لم يبلغ غايته بعد، فما الثمن الذي سيدفعه لرؤية أمه لآخر مرة؟ 22 يناير للعام 2007، كوبر تاون في تينيسي. قام المجرم كريستوفر دانيال جي بالفرار وقد خطر بحياته وحريته لوداع أمه المحتضرة، وقاد الشرطة في مطاردة وعرة. وصل إلى منزل أمه والشرطة تلاحقه، لكنه لم يخاطر بدخول المنزل، وقد اختبأ على سطح حظيرة قريبة أثناء بحث الشرطة عنه. استلقيت على قمة الحظيرة، نظرت عندها ورأيت شرطيا يصطحب كلبا آت باتجاهي من منزل أمي. يأمل جي أن تستسلم الشرطة، لكنه سرعان ما أدرك أنهم لن يغادروا من دونه. كنت منصتا وسمعت الكلب ينبح، أدركت أن الكلب قد التقط رائحتي. في ذلك الوقت لم يعد يهم ما الذي يريدون فعله بي، وقد نويت استغلال أي فرصة وقتها للعودة ورؤية أمي أو الهروب ثم العودة لرؤيتها. قرر جي الهرب وانطلق في الغابة. إذا تمكن من الهرب الآن فسيستطيع العودة لرؤية أمه في وقت لاحق عندما يرحل رجال الشرطة. كانت شقيقة جي خائفة على سلامته. أدركت أنهم سيقومون بإيذائه. لم يسبق لكريس أن آذى أحدا، لم يسبق له ذلك. أعتقد أنه لم يكن يفكر بما كان يقوم به. كانت الغابة كثيفة ولم نكن نعرف مكانه، كنا كمجموعة للغوص، اندفعنا جميعا في الغابة لضمان ألا تحدث معنا أي مفاجآت. وبعد 50 مترا تقريبا من ذلك الطريق فقدت الكلاب رائحته. ترك اختفاء جي الغامض في الغابة الشرطة في حيرة. واصل رجال الشرطة البحث عنه واثقين من أنه قريب، لكن المجرم الهارب كان قد ابتعد. فقد اتصل جي بصديقه طلبا للمساعدة. اتصلت بصديق لي من هاتف عمومي قرب أحد المتاجر. فلا أحد يفضل أن يهرب أحدا منه. علم جي أن عليه الانتظار قليلا قبل محاولة العودة للمنزل مجددا. أوصله صديقه إلى ناشبل بعد 56 كيلومتر، حيث يمكنه الاختفاء في المدينة. صدف أن أنزله صديقه قرب موقف سيارات محاط بالأسوار ويضم حافلات لجولات عازفي موسيقى الكانتري. قرر جي الدخول إلى الموقف لرؤية ما إذا كانت إحدى هذه الحافلات مفتوحة. كنت واقفا هناك أضغط على لوحة الرموز محاولا تخطي رموز البوابة لتمضية الوقت وتدفئة نفسي. لم يكن لدي نية عندها بأخذ أي حافلة جولات أو أي شيء. تحدث إلي رجل عبر المذياع وسألني عما أريد، فاجأني بسؤاله، لذا قمت باختراع اسم وسألته عنه: هل جون هنا؟ قال: لا، جون ليس هنا، لكن تفضل بالدخول وانتظره إن أردت. أعطاني رمز المرور وجعلني أدخل. كنت جالسا هناك أنظر إلى حافلات الجولات، وأول ما لفت انتباهه حافلة جولات كريستال جيل. لديهم 35 حافلة مركونة هناك، وهم يعملون على هذه الحافلات، يصلحون أشياء ويقومون بكل شيء هناك. وهو مكان رائع لأنه محاط بسور كبير يشعرك بالأمان. دهش جي بالمصادفة التي حدثت. كريستال جيل هي أسطورة في موسيقى الكانتري، لديها أكثر من 20 أغنية مشهورة، لكنها معروفة بأغنيتها لا تجعل ذلك يحزن عيني البنيتين، وهي أيضا إحدى الفنانات المفضلات لدى والدته. أحيي 50 حفلة تقريبا في هذه الأيام، وهذا كثير، وقد كنت أحيي حفلات أكثر، لكننا نحب السفر ونحب الأداء. في تحول غريب في الأحداث حظي جي بفرصة غير متوقعة. كنت أنظر إلى النافذة وظهر ذلك الرجل من المكتب وقال: هل أتيت لأخذ الحافلة؟ أجل، أنا أحد سائقي حافلات الجولات. أتعرف أي واحدة منها؟ بالتأكيد إنها ذات رقم 14. فقال: أتريد مفاتيح الحافلة؟ فقلت: أجل. وبذلك أحضر لي المفاتيح. تفضل، الحافلة 14. شكرا، أقدر ذلك. أظن طيبا. ولك أيضا. انطلت الخدعة على العامل، وعرف جي وقتها أن بحوزته مفاتيح حافلة جولات المغنية ذات اللون الأزرق البراق والبالغة قيمتها نصف مليون دولار.
صعدت وجلست في الحافلة واستمعت إلى المذياع وأدرت تدفئة. كنت أنظر حولي ولم أصدق فعلا أنني على متن حافلتها. قلت لنفسي حسنا، طالما أنه أعطاني رمز فتح البوابة فسأذهب لرؤية أمي. حرك جيل الحافلة من مصفها بهدوء، أدخل الرمز وفتحت البوابة. لا أصدق أن ذلك الرجل أعطاني مفاتيح حافلة كريستال جيل وأني قدت حافلتها خارج البوابة. عادة عندما يأتي أحد ما لإخراج حافلتنا فإنهم يتلقون اتصالا من مكتبنا يخبرهم بأن أحدا ما أتى لأخذ الحافلة، لكنني أعتقد أنه طلب المفاتيح فحسب فأعطوه إياها وانطلق، فقد كان مستعدا. في 11 من صباح 24 من يناير وصل كريستوفر جاي إلى الطريق الرئيسي في حافلة فاخرة مزودة بخزان مليء بالوقود. توقف عند موقف شاحنات خارج ناشفيل لإجراء الاتصال، حيث استفسر من قريبه ما إذا كانت الشرطة قد غادرت منزل أمه. بول إنه أنا. أخبره قريبه أن الشرطة لا زالت هناك ولا يبدو أنهم على وشك الرحيل قريبا. كيف حال أمي؟ لم تكن العودة خيارا مطروحا الآن، فهو بحاجة لتمضية بعض الوقت ريثما يصبح الوضع آمنا. لكن أين يذهب مجرم هارب بحافلة جولات مسروقة؟ مرحبا. 14. لا غادرت تلك الحافلة للتو. اتصلنا بالشركة وأخبرونا أن حافلتنا ليست في المكان الذي يفترض أن تكون فيه، وكانت تلك أول مرة تختفي فيها حافلتنا فعليا. ليجي صديق يقيم في فلوريدا بالقرب من مضمار ديتون السريع للسباق، وقد بدا له كمكان مثالي للاختباء. علق آماله على أن يتمكن من الاختلاط مع باقي حافلات الجولات في المضمار. خلال توجه جي جنوبا إلى فلوريدا تعاملت كريستال جايل مع حقيقة أن حافلة جولاتها قد اختفت. أعتقد أن أول ما قمت به حيال سرقة الحافلة هو أنني ضحكت. كان الأمر مضحكا، فحافلتي تسير على الطريق ونحن لسنا فيها. تصدرت السرقة الغريبة الأخبار المحلية. حضر رجل شرطة شاب إلى المنزل ودون كل شيء. كان هو من قام بربط الحادثة بكريستوفر جي لأنها وقعت في نفس المنطقة تقريبا وليس بعيدا جدا عن المكان الذي تركت فيه شاحنة متجر وولمارت. استمرت الشرطة بمراقبة عائلة جي آملين أن الهارب سيحاول رؤية أمه مرة أخرى. استمروا بالقدوم والبحث عنه. أعلموني فيما بعد أن حافلة كريستال جيل قد سرقت، وأول ما دار في خاطري أن كريس قد سرقها. أخبرت السلطات أنه إذا أخذ الحافلة سيذهب بها إلى بعد ما يستطيع. عليهم الصبر، فكريس سيقوم بتسليم نفسه. اكتشفنا أن كريستوفر جاي هو من قام بسرقة حافلة الفرقة الغنائية. توجب علينا الرجوع ومحاولة تجميع التفاصيل معا. إلى أين سيذهب؟ إلى أين قد يذهب؟ كنت أبحث في ماضيه الإجرامي وأقوم بتحقيقات كي نعرف ما الذي نبحث عنه. مضت 4 أيام منذ هروب جاي من شاحنة نقل السجناء، وأصبحت الشرطة متأكدة من أنه المسؤول عن سرقة حافلة كريستال جايل، وقد أصدروا بلاغا للمراقبة على مستوى الولاية. أريد إصدار بلاغ مراقبة بحق كريستوفر دانيال جاي. بينما كان كريس هاربا شعرت أنه لو اتصل بي فقط لكان من الممكن أن أقنعه بتسليم نفسه قبل أن يتأذى أحد ما. لا أظن أن كريس لا يعي أنهم سيمسكون به في تلك الحافلة وأن الأمر لن يطول بهم لتعقبها وإيجادها. كان بقاؤه في الحافلة أحد الأشياء التي فاجأتني. في 25 من يناير اقترب جي من مضمار ديتونا بيتش السريع. بقي أسبوع لسباق ديتونا 500، لكن جي يعتقد أن بإمكانه خداع رجال أمن المضمار والاختلاط بباقي الحافلات الواقفة في المضمار. لكن عند دخول الحافلة الزرقاء الكبيرة من البوابة ارتاب الحراس. نظرت ورأيت شرطة الولاية في كل مكان. عندما سأل الشرطي جي عمن هو بصحبته خطرت له إجابة على الفور. مع من أنت؟ جو جيبس من فريق السباق الخاص بتوني ستيوارت. توني ستيوارت هو أحد أبرز الأسماء في عالم السباق. توقفت عربة الجولف أمام الحافلة فجأة، وقلت في نفسي أصبحت محاصرا داخل الحافلة ولا مجال أمامي للنزول. سيمسكون بهذه المرة، ثم قال لي أنه علي الذهاب معه، فاعتقدت أنه اكتشف هويتي. ولحسن حظ جي صدق الشرطي روايته بأنه عضو في فريق السباق الخاص بسائق الناسكار الشهير توني ستيوارت. أعطاني بطاقة مرور الشخصيات الهامة وبعدها أعطاني عربة جولف. انطلق جي لاستكشاف مضمار السباق السريع. يحب كريس توني ستيوارت كما أنه يحب السباقات. أظن أنه كان يعتقد بأنه سيلتقي بتوني ستيوارت، لذلك انتهزت
تلك الفرصة فلطالما أراد رؤية مضمار السباق السريع. ولحسن حظ جي لا تزال شرطة ديتونا غافلة عن حافلة الجولات المسروقة وعن حقيقة أن جي هو محتال ومجرم هارب. وأمضى جي يومه في مضمار ديتونا الدولي السريع للسباق. هيا أجل. ثم توجه نحو الحافلة للاسترخاء قليلا. كنت أشاهد المحطات الإخبارية وكانت الشرطة تبحث عن الحافلة. كان خبر احتمال وجود الحافلة في ديتونا بيتش أو في منطقة فلوريدا يعم جميع نشرات الأخبار. أصيب جي بالذعر وبدأ يفكر مليا بترك الحافلة في ديتونا، لكنه بدلا من ذلك انطلق باتجاه مخرج مضمار السباق والطريق السريع. ليس من السهل قيادة حافلة كبيرة، كان ذلك أمرا يثير قلقي. كنت خائفة أن يحطمها أو يتسبب بالأذى لأحدهم. تهت أثناء محاولة الخروج من المضمار السريع. توقفت على جانب الطريق حيث رأيت إحدى الفتيات وسألتها عن اتجاه الطريق. لقد تهت، أيمكنك إخباري عن كيفية الوصول إلى الطريق السابع السريع؟ الطريق السابع السريع. أصحب جي نفسه في واحدة من العمليات السرية للكشف عن شبكات الجرائم. تفاجأ الضابط المسؤول عن مراقبة العملية برؤية حافلة فاخرة قد توقفت أمام الشرطية المتخفية. أيوصلني إلى تينيسي؟ أقحمت نفسي في إحدى عمليات الشرطة السرية وسألت الفتاة عن الاتجاه الصحيح للطريق السريع. مرحبا، كيف حالك؟ هل تبحث عن بعض الصحبة؟ أوقف الضابط الحافلة على الفور وسأل جي إن كان يرغب بصحبة إحدى الفتيات وهو لا يعرف شيئا عن حافلة الجولات المسروقة. سألتها عن الاتجاه فقط وقلت له لا، كل ما أريده هو معرفة الاتجاه الصحيح. حسنا، يمكنك الذهاب. شكرا لك. مرة أخرى تمكن جي من التفوق بذكائه على الشرطة حيث صدق الضابط روايته. حالفني الحظ واعتقدت أنني سأتمكن من الهروب مرة أخرى، لذا توجهت للطريق السريع. لكن انتابت الضابط بعض الشكوك وقرر التحري عن رقم لوحة السيارة ليكتشف بسرعة أن الحافلة مسروقة ويقودها كريستوفر دانيال جي أحد المدانين الهاربين. طلب الضابط الدعم على الفور وانطلق خلف الحافلة المسروقة. أحاط موكب من سيارات الشرطة حافلة الجولات. أخرج من الحافلة الآن. أردت الهروب وكنت أعلم أنه علي الهروب لرؤية أمي، وكنت أتساءل فيما إذا كنت قادرا على فعل ذلك. وأثناء ضغطي على الزر لفتح باب الحافلة لأتمكن من الخروج أصابتني الشرطة بمسدس صاعق وأصبحت غير قادر على التحرك. بعد مطاردته لمسافة 2200 كيلومتر عبر 5 ولايات تمكنت الشرطة أخيرا من إلقاء القبض على كريستوفر دانيال جي وتمت إعادة الحافلة إلى كريستال جايل بحالة سليمة. العديد من المرات التي نقود فيها الحافلة على الطريق أفكر في كريستوفر كثيرا، وأعتقد أنه بإمكاننا المزاح بشأن ما حدث لأن أحدا لم يصب بأذى. كانت قيادة مبهجة بالنسبة لكريستوفر. شعرت براحة كبيرة بعد أن تم اعتقاله وقلت لأمي إنه بخير، لقد أمسكوا به. فأجابتني حمدا لله على إمساكهم له، لكنني أريد رؤيته. للأسف توفيت والدة جي بعد 12 يوما من اعتقاله ولم يسمح له بحضور جنازتها. حكم على جي بالسجن لمدة 8 سنوات وهو يقضي الآن فترة حكمه في سجن ولاية تينيسي الغربية. قضيت حوالي 8 سنوات في السجن وحوالي 6 سنوات وأنا هارب منه. لم أعد الآن في مرحلة من حياتي أشعر بها أنني قادر على عيش حياة أفضل بعد خروجي من السجن، لكنني سأساعد غيري.